شركة سي اس ار ايجيبت وضع خطة مستقبلية لمستقبل الشركة ومستقبل الفورم. احنا بنخطط لعقد اكبر سلسلة مؤتمرات عن التنمية المستدامة في مصر اسمها باور اوف اس دي جي، وده خبر لدوت مصر ما تمشي يعني عنه. باور اوف اس دي جي هو قوة تحقيق اهداف التنمية المستدامة التي تم وضعها من قبل الامم المتحدة. اول مؤتمر هينعقد عن الانرجي التقنيه المتجدده، وان شاء الله ده هيكون في اكتوبر، وهيبقى هو عباره عن سلسله مؤتمرات تحت بند باور اوف اس دي جي. الجزء الثاني هو الشراكه القويه ما بين شركه سي اس ار ايجيبت وما بين جمعيه من اجل مصر. الحمد لله احنا الداعمين لينا كل سنه بيزيدوا. احنا السنه دي معانا اكبر 2 داعمين في السوق، ومنهم طبعا من اجل مصر، والسنه الجايه باذن الله بنتوقع يكون معانا داعم ثالث وداعم رابع، وده بيسعدنا ان احنا بنبقى فرحانين بثقة المجتمع المدني فينا وحرصه على ان المؤتمر يبقى هو خريطة الطريق الفعلية لمستقبل التنمية في مصر.